بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. نستمر معكم في هذه السلسلة. في هذا الفيديو راح نتكلم، في هذه الحلقة راح نتكلم عن دين. طبعا نرجع ونعيد ما قلنا سابقا، نحن نتكلم حاليا عن برامج مايكروسوفت أوفيس 365 المقدمة للطلاب الكلية. طبعا الحين كيف ندخل شرحناها سابقا، لما ندخل office.com نضغط على 3 نقاط، ثم نختار على تطبيق اول بابس، او حتى نبحث عنه من هنا، او نسوي سيرش من هنا، او نكتب له اول ابس، او تكتب تكتب تطبيق الترجمة. نبدأ الحين. طبعا عندنا دل حسب مكتوب getting personal in assigned and relate information based on who you work with and what you work on. اوكي، وش فكرة هذا الموضوع؟ طبعا دلف برنامج فائدته انه يكون مثل العرض شبه، يعني انت الحين لما تشتغل على برنامج الوورد، تشتغل على برنامج الاكسل، وتشتغل على البرامج الثانية، طبعا دو والمكان الارشيف اللي انت يعني مثلا كتبت عن موضوع وانت ناسينه، بحثت عنه، دورت عنه في الكمبيوتر ما حصلته، مثلا ما عرفت وين مكانه، دو راح يكون موجود هناك، راح يطلع لك اياه بطريقه بسيطه، هذا راح نتكلم عنه بعد قليل. ولكن في نقطه، طبعا دو بدل يفيدك لما تكون الملف مالك مرفوع في الوان درايف. ليش؟ على اساس يكون يتم رفعه مع الاختصاص، يعني يكون في اوتو سيف مع الوان درايف. لكن اذا كان لوكالي طبعا ما بتقدر تشوفه، لانه انت حافظه في كمبيوترك فقط وليس في مع الوان درايف اللي الخاص بالمايكروسوفت اوفيس. اذا خلينا نفتح برنامج دال، نفتح البرنامج دال، انتظر قليلا فيفتح معنا هذا البرنامج. طبعا هذه الحين واجهة البرنامج، هذه واجهة البرنامج الخاصة بي. طبعا لو تلاحظ هنا، راح تلاحظ هنا على جهة اليسار عندي هوم، عندي مي، عندي فيفورتس، عندي البيبل الموجودين معي، وعندي هنا عبارة عن كذا مربعة. تمام، وش هذا الشيء؟ لما نجي على الهوم، نضغط على الهوم، تمام، الهوم هذه هي واجهة الهوم. نرجع نضغط على ايكون الهوم اللي هو مثلا اوريدي اصلا في الهوم. تمام، نضغط على المي، وش المي؟ المي تكلم عني انا، انا كمستخدم، انا كاسماعي، وش ايميلي، اذا كنت حاط رقم تليفوني يظهر هنا، انا ماي وان درايف هذا هو، طبعا توداي انا متى فتحته وكذا الى اخره، يعطيني بعض المعلومات. ننزل تحت اد بروجكت يو ار ورك اون سكيلز، اذا عندك تحط سكيلز معلومات عنك والمدرسه الى اخره. طبعا الصوب الثاني هنا، هنا الملفات اللي انا ريسنت دوكيومنت اند ايميل اتاتشمنت، اللي اخر ايميلات او اللي صار اللي انا عملته في تشوف الايميل، اللي اخر ملفات اللي انا فتحتها. طبعا يصير زياده ف سي او راح يظهر لي الباقي. ننزل تحت راح يراويني الاشخاص اللي انا اخر مره تعاملت معهم، يعني تعاملت مع هذه الاشخاص. وطبعا لما انا اضغط سي او راح يظهر لي Discover document from people around you، يعني انت تشوف الملفات اللي للموظفين للاشخاص الثانيين، يعني مثلا هذا الشخص اللي عمل لي هذا الايميل، طبعا هذا عمله وضايفني انا معه، طبعا انا ما اشوف عمله هو، لا اللي هو ضايفني انا معه. تمام، وهذا اللي عمل لي الشير او هذا من هذا القبيل. طبعا من البيبل اللي هنا، البيبل اللي هنا اللي انا تعاملت معهم، يعني مثلا لما اضغط على بسام يراويني منه بسام والملفات اللي انا تعاملت معها، اللي انا بيني وبينه في شير.
مع العميل، كذلك الملفات اللي هو عمل لي أنا فيها الشير، كذلك مع رئيسة القسم وإلى آخره. وطبعا لاحظوا لما ضغطت على مثلا حساب رئيسة القسم طلع لي رقم المكتب، لأنه كان مضيوف رقم المكتب. خلينا أرجع بعد وأدخل على انزين. الحين أنا هذه الملفات هي موجودة معي، وأنا أريد أشوف كل الملفات. أروح على الهوم، الحين نشوف وش اللي في الهوم. هذه الملفات كما قلت أنا هي عبارة عن ملفات تم مشاركتي معها أو أنا عملتها. يعني لاحظوا هنا يو يعني أنا عاملها، هذه عابتها فاطمة وأنا مشارك أو أنا مضيوف فيها. popular فتح الجميع اللي الجميع اللي هي تكون عامة وإلى آخره. لاحظ كل شيء موجود هنا. خليني أضغط على يو. لما أضغط على يو اللي هي أنا اللي أنا عاملها طلع لي باوربوينت. فتح الباوربوينت. لاحظ فتح الباوربوينت وشفت إن هذا عمل من أعمالي. أوكي، وش الأشياء الأخرى اللي أقدر أشوفها؟ لما أضغط ثلاث نقاط هذه، لاحظ دائما مكتوب وان درايف. لاحظوا وان درايف يعني إنه العمل محفوظ في الوان درايف. لما أضغط الثلاث نقاط، لاحظوا ممكن يسوي سند لينك، لأن مثلا أنا والله دورت حاجة وناسينها وإلى آخره وحصلتها، فأريد أرسلها إيميل لشخص، ممكن يسوي سند أس لينك، كوبي لينك. Who can see this؟ خلنا نضغط على هو كان سي ذس. لاحظ لما فتحت عليه فتح لي المكان اللي موجود في الون درايف، وراح شاف من الاونر انا، واذا كان في اشخاص ثانيين يقدروا يشوفوا راح يظهرون هنا. تمام، هذه فقط نقطة سريعة. لاحظ هنا في البوبلر 35 شخص شافوا هذا الملف. شوف يعطيك كم شخص شاف هذا الملف. هنا 204 شافوا هذا الملف، 40 شخص شاف هذا الملف، وهكذا. لاحظ في عدة فوائد لهذا الملف. إن أنت مثلا تريد تبحث عن شيء وتريد تشوف كم واحد شاف هذا الملف وتريد تعرف مو الريبلاي اللي صار في الملف وإلى آخره، لكن حديد العديد الفوائد في هذا الموضوع. يعني لو مثلا أنا والله أردت أبحث عن ملفات رسلت لي زميلتنا هنادي، نضغط عليه مثلا هنا يضغط لي ما هي الملفات اللي تم مشاركتنا معها. لاحظ لما أسوي على السيرش والله أنا أريد أبحث عن ملفات باور بوينت مثلا، ف يفتح لي او يبحث عن باوربوينت. حصل لي بي دي اف قليلا، يمكن انا كتبت بطريقه غلط، فبكتب وورد. لاحظ يبحث لي سيرش عن الوورد، عن كلمه وورد. لاحظ عن كلمه وورد، يعني انا لو بحثت مثلا عن مثلا اي ملف انا عملته مثلا ويب سايت، لاحظ يبحث لي عن كلمه ويب سايت هنا، يعني يعطيك بالاسم. إذا أنت تبحث عن حاجة معينة راح يعطيك إياها. تمام، فهذه يعني طريقة من الطرق اللي تبحث عن عنوان معين تريده أو ملف أنت تبحث عنه هو موجود وأنت ما عارف وين موجود مكانه. شوف all result، ولم تضغط على document بتعمل فلتر للموضوع. مثلا أريد أعمل أبحث عن star نقطة دوكس، لاحظ يبحث لي عن ملفات الوورد، لأن دوكس عبارة عن ملفات الوورد، فكل ملفات الوورد موجودة. أو مثلا إذا أردت أن أبحث عن باوربوينت، خلينا نبحث الحين دوب بدون ستار بي تي تي إكس وإنتر، يبحث لي عن ملفات أيضا باوربوينت. لاحظ كما قلت يعطيني كم فيو هذا الملف، إن كم مرة يشوفه كذا. وتقدر هنا تعمل تضغط عليه بيعطيك بعض الأشياء والخيارات اللي تقدر تحطها كفيفوريت، بيكون كفيفوريت
أو في نقطي وإلى آخره. لاحظ كيف فوائد تحصل العديد والعديد من الأشياء في هذا الإنزين. فهذه مجموعة من الأمور اللي أنت تقدر تستفيد منها في برنامج جوز. طبعاً جوز برنامج تقدر تبحث فيه وتجرب، تحصل العديد من الأشياء، تحصل الملفات اللي أنت ممكن تكون فاقدينها، ولكن كما قلت بشرط أساسي إنه يكون الملف تم حفظه في الون درايف. خلينا نشوف تجربة. لو أنا جيت هنا وكتبت وين وورد، وين وورد، فتحت على ملف وورد يجي هذا، تمام. فعشان يكون يعني تكون الصورة واضحة والشرح يكون أكثر وضوحا، جيت أنا خليني أنا أخلص من هنا، أسوي مثلا دوكيومنت، تمام، وكتبت أي حاجة وسويت سيف. طبعا لاحظوا انا ما سويت اوت سيف، جيت انا سويته سيف براوز وحطيته تيست، حطيته وين؟ وحطيته في الديسكتوب مالي، سويت سيف. الحين لو رحت دور، لو رحت دور ودورت على شيء اسمه تيست ما حصل ديكيومنت اسم تيست اللي نبحث هنا، ضغط هذا ايش؟ هل هذا تيست مالي؟ هل نفس الكلام اللي كاتبينه؟ نبحث هل هو نفس الكلام؟ طبعا لا، ليس يعني هذا ما موجود هذا الملف. اوكي، بحثت مكان ثاني دورت ما حصلت. لو جيت انا هنا سويت اوتو سيف، هاي اعمل ثاني، تمام. طبعا الاوتو سيف بمعنى ان انا احطه داخل وين درايف، خليني اسوي ادخل على اكونتي، تمام، ادخل اكونت، خليني اكمل اكتب الباسورد، خليني انا هنا وعملنا اوتو سيف. خليه يشتغل فين دقائق عشان يعمل اوتو سيف. just upload the file in the save. خلاص لاحظوا الحين هو محفوظ، اضغط على الوين درايف مالي وخلاص انا حفظت الحين في الوين درايف مالي. تنتظر قليلا لحد ما يصير turn on، هو يعمل وننتظر. اوكي صار اوتو. خلينا نروح الحين على هنا وخليني ابحث عن ملف مره ثانيه اسمه تيست واضغط انتر، او خليني اروح داخل واكتب تيست وننتظر قليلا في السيرش. لاحظ الحين لاحظ يعني تيست دوت ون، اضغط عليه، ايوه لاحظ هنا غير تيست دوت ون وهو لاحظ الفكرة كيف؟ هذه الفكرة. إذا ما أضفت داخل الون درايف كما قلت ما راح أشوف الأوصال لوكالي، لكن إذا دخلت داخل الون درايف راح يوصل للأقدار. الآن خدمتهم من الفكرة، أتمنى تتم هذه الحلقة وفهمتم فوائده وكيف تستفيدون من هذا التطبيق الموجود مع مايكروسوفت 365. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة.